كنت سائلة بتقول هل يجوز للخاطب ان هو يعني يزورنا في المنزل مع العلم ان انا بكون موجودة، هي الام يعني وعندها ابنة بتقول انها يعني منفصلة عن والدة هذه الابنة، عن والد الابن عفوا، وعندها ابن مسافر خارج البلاد وابن مشغول في عمله، فهل يجوز للخاطب ان هو يجي المنزل في هذه الحالة الام والابن فقط؟ مثل هذه الفتوى تعتمد على عدة عوامل. اولا رقم واحد انه لا خلوه، ما فيش خلوه، قاعد معاهم في البيت، مش هنقوم نقفل عليهم اوضه ونقعد نبقى احنا بره، لا، انما البيبان مفتوحه وقاعد بنتكلم، شايفينه وشايفيننا وقاعدين، واحنا اتنين تلاته مع بعض خلاص بضوابط غض البصر، لان كل دول اجارم عنه، الخاط المخطوبه والام واختها اجانب لا يحلون له. حتى لو اتجوز البنت برضه فيه حدود في التعامل. فإذا الأصل أن الأمر لا خلوة. اثنين، آداب الجلوس والكلام مع النساء بغض البصر في إطار الخطوبة. الأمر الثالث ألا يترتب على ذلك ضرر في سمعة الزوجة البنت والأم، لأني يعني بمعنى إيه؟ أذهب في أوقات لا يسبب لهن بين الجيران سوء سمعة، يعني مش وقت الوقت متأخر، لو رايح وقت متأخر معناه ده يعطي انطباع عند الجن دي ناس سيئة السلوك، هذا لا يجوز شرعا. في هذه الحالة هيبقى لا يترتب عليه ضرر في سمعة البنت لأنه ما فيش راجل في البيت. يبقى الأولى أرتب مواعيد على مواعيد الأخ المشغول ده لما يكون موجود. طيب بقى صعب، أذهب في أوقات يراني الجميع داخل وخارج، مش وقت متأخر، وفي وقت يعني العرف ساعتها يحكم في مقداره وفي طريقته.